السلام عليكم، معاكم مهندس هاني ابراهيم، مهندس زراعي استشاري في مجال لاندسكيب. يعني بقالي حوالي في المجال ده تقريبا 21 سنة. يعني اخر سنين هي اللي كانت يعني غنية شوية. فأنا دلوقتي مسؤول التدريب في أكاديمية تاني أخان. مساعدة؟ اللاندسكيب ده اللي هو المفروض سوفت سكيب وهارد سكيب، في بنتدرج بالطلبه من مستوى المعرفي بس، او ان هو يبقى مرتبط شويه بالسوق، وحاجه تانية تكون اعلى في شويه مناطق هنتكلم عليها بالتفصيل. القصه ان انت قبل ما تاخد قرار ان انت تاخد كورس في مكان، حاول تسال المحتوى قد ايه، وقارنها بالفلوس اللي انت بتدفعها. قبل ما تقارن الفلوس دي خليها دي اخر حاجه. السلعه او الحاجه اللي انت بتدفع فيها الفلوس دي، اعرف هي ايه اصلا. انت ممكن تكون بتدفع فلوس قليله لكن بتاخد سلعه انت مش عاجباك او مش هتعرف تستفاد بيها. بمعنى تاني، ما تبقاش انت السلعه اللي بتتحرك، بالعكس انت بتاخد السلعه وانت اللي بتدفع فيها فلوس. بمعنى تاني، في كورسات لاندسكيب ممكن تكون بتعرفنا شويه قشور، شويه الخشب واللحاق والخليه. يعني انت المفروض دلوقتي سواء حضرتك زراعه او هندسه زراعيه، او في ناس بتجي لنا تخصصات عمراني، في ناس بتجي لنا معماريين، في بيعايز يثقل الجزء بتاعه اللي ناقص في قصه البلانتيشن او اللاندسكيب. الكورسات عندنا بتقسم لحاجتين كبار قوي، سوفت سكيب وري. السوفت سكيب بنتطرق معاه عشان نبقى واخدين جزء من اللاند سكيب كله، هارد سكيب وسوفت سكيب هشرح معاكم على السبورة. اللاند سكيب او علم اللاند سكيب بيتقسم لحاجتين كبار قوي، هارد سكيب وسوفت سكيب. هارد سكيب ده اللي هو كل ما هو باقي من قطعة الأرض بعد ما المباني بتنشأ، والمباني الأساسية بتنشأ، وبعدين بيبقى فيه جزء اللي هو بتاع الأرض بتمهد وتحط فيها مشايات، ومشايات دي بتربط بين المباني، وفي عواميد نور، في برجولات، في التشطيب بتاعة المشايات دي، سواء انترلوك سواء رخام سواء بلاط، بنعرف اساسيات تنفيذه في هارد سكيب. ازاي الاساسيات في لما اجي، او الشكل العام او الاساسيات العامه في حمام سباحه، الشكل العام لو انا بعمل حاجه شلال، يعني ايه جي ار سي، يعني ايه خرسانه مسلحه، يعني ايه خرسانه عاديه، يعني البردوره بمقاساتها بتبقى موجوده فين، شويه تفاصيل، لكن مش بتاهلك ان انت بس تنفذ هارد سكيب، لا بتاهلك ان انت تعرف تتعامل مع المسميات اللي بره. الموضوع مختلف شويه لما نيجي نشرح السوفت سكيب. السوفت سكيب بنشرحه باستفاضه اكتر، ده مقسوم عندنا الاريجيشن الري او شبكات الري، تنفيذ شبكات الري، والاجريكلتشرال اللي هو الزراعه. تنفيذ شبكات الري بياخدك من اول اللي هو دلوقتي خلاص مفيش حد بيرسم بالورقه والقلم، خلاص انا دلوقتي ببدا اول ليفل في الري الاوتوكاد، تاني ليفل ان انا بتعرف على القطع، المواسير، الرشاشات، المدى، ببدا الخط الرئيسي، ببدا ادخلك في يعني، او المحاضرين الموجودين بيدخلوا حضرتك في التصميم. بعد كده بيتدرج درجه اعلى شويه في المستوى، في الليفل الثالث، ان هو بيبدا يحط السورس اللي بيغذي الليترال ده او بيغذي الفرعيات دي، اللي هو خط رئيسي والمحابس، انواعها، الشركات، الضغوط، احسب ازاي الترومبه، احسب ازاي الضغوط اللي عندي واقسم المحابس. بعد كده المستوى الرابع ده بيطلع بدرجه اعلى شويه، ان هو بيبدا يحط بيربطك مع الكابلات، بيربط على لوحات الكنترول، ازاي بتبرمج لوحات الكنترول، بتعمل التايم شيت، بتبقى بتخرج تقدر تصمم. ليه لما ازرع في ارض مالحه النبات بيموت اصلا؟
بعد استلام الموقع بأرقام وبنسب أبدأ أطلعها عشان أعمل مقايسة، وبنطلع في الآخر بندي أسعار وكميات قريبة من الواقع عشان تطلع مقايسة تحسبها للمشروع بتاعك لو أنت راجل مهندس حصر أو أنت راجل هتعمل مقايسة أو بتتمرن على الوضع ده. رابع محاضرة زراعة مسطحات نجيل. مسطحات النجيل بنقوليها محاضرة لوحدها. أي شيء تاني لو زاد في الليفل 5 سنتي أو قل 5 سنتي أو تحرك 5 سنتي أو 10 سنتي مش بتفرق قوي، لكن مسطح النجيل لو علي أكتر من لازم أو خمي قلي من لازم، يعني نتكلم في 3 أو 5 سنتي، ده ممكن يعمل مشاكل ويعمل سوء في المسطح ومش بينفع يتعدل، فدي بنقولها بالكامل. رابع محاضرة بنخش في محاضرة أو آسف خمس محاضرة الديزاين. يعني إيه ديزاين؟ إحنا بنقول هنا في خان إن إحنا مفيش حد التصميم بتاعه وحش، كل واحد عاجبه التصميم بتاعه لأن هو عامله وفق شروط وملاحظات معينة ليه، لكن أنا أبدأ أرسم على الأوتوكاد على طول، بستخدم بقى اللي هو الكاتيجوري اللي عندنا الأساسية، البلم، النخل، الأشجار، الشراب سواء كبير أو صغير، النماذج الفردية والصبرات وشبه النخيل وخلافه، جراوند كوفر كاملة اللي تلزم لرسم المشروع اللي انت هتاخده. حضرتك مجرد ما بتسلم المشروع ده بتاخد الشهادة، من غير كده ما تاخدش شهادتنا. ده بالنسبة للأوتوكاد، عشان أنا دلوقتي أحرك الحاجة اللي أنا رسمتها على السبورة كده أو على الورق أحركها تبقى 2D برنامج اقدر اشتغل عليه واطبع منه. بعد ما بعمل البرنامج ده بروح مدخله ان انا اخليه 3D. البيت اللي انا رسمه باربع اضلاع لا بكبره واحط له الشبابيك والبيبان. الحمام سباحة اللي انا رسمه بخطين ثلاثة واعمله شوية تفاصيل والايدجنج بتاعته والعمق بتاعه والمنسوب والديك والسلالم والسكيمر فين، بعد ما بعمله اوتوكاد بدأ ادخله انه يبقى ريال تايم. ريال تايم ده يعني ايه؟ يعني انا بتحرك في جوه البرنامج بيبقى 3D، بحط بني ادمين، بحط واحد بيعوم، بحط حد بيشرب حاجه ساقعه، بحط بيت، بحط بزرع على المسافات. بتعرف هنا المسافات بتاعه الزراعه سواء تزرع نخل او شجر او شجيرات او جراوند او اي حاجه، ابعد قد ايه عن المبنى وابعد قد ايه عن المشايه وابعد قد ايه واعمل ايه المواصفه الصح واعمل ايه لو انا رحت في مكان ما عنديش مواصفه. بنعرف هنا الاحتياجات المائيه دي مهمه جدا، احنا دلوقتي داخلين على ازمه ميه، فمعدلات التسميد، لان انت لو ما حافظتش على معدلات التسميد اللي انت عملته الشغل اللي عملته هيروح. فنبات الزينه ده من الحاجات اللي بتتسمد كل اسبوعين، فبتعرف خلطات تسميد، بتعرف يعني معدلات التسميد، لان انت لو ما حافظتش على معدلات التسميد اللي انت عملته الشغل اللي عملته هيروح. فنبات الزينه ده من الحاجات اللي بتتسمد كل اسبوعين، فبتعرف خلطات تسميد، بتعرف يعني
ان انت تربط وقتك، صدقني وقتك انت اغلى من الفلوس اللي بتدفعها. ما ينفعش تضيع وقت وتضيع مواصلات وتتشحطط وتبقى من دي امان. انا خدت كورس لاندسكيب وانت واخد اخر الكورس ده، انت مش يعني ما اخدت لحاق وشجر وخدت اسامي لبن زينه، خرجت ان انت خدت اسامي لبن زينه بس، خرجت ان انت عرفت الشجره تحط فين والنخله تحط فين، وحط اللون الاحمر جنب الاصفر ولا اخلي الاصفر بعيد ولا اخلي الاخضر قريب، والعب ازاي بالالوان اللي خلقها ربنا. لا ده مش كافي. لازم تحتك يعني ايه تستلم موقع، حتى لو انها فكره قليله محاضره واحده، لازم تحتاج يعني ايه اطلع لما عندي شجرتين ثلاثه ونخلتين ثلاثه، انا اطلع لها كميه اسمده قد كذا علشان